أخذت ووضعت بعض الجذور في القارورة؟ هل نجحت؟ هل نجحت؟ ها؟ صبرا يا طاطا، تتطلب الاستكشافات العلمية المراقبة والانتظار. ذات مرة قضيت شتاء كاملا أمام عش طيور السنونو كي أقوم بدراسة عاداتها الاجتماعية. ها؟ لابد أنك جمعت معلومات مهمة. ليس تماما، اكتشفت في النهاية أنهم يهاجرون جنوبا في الشتاء. ما هو مستوى الحامضية يا طاطا؟ أعتقد أن المستوى طبيعي. يمكنني أن أقول الآن إننا على وشك تحقيق نجاح غير مسبوق. حقا؟ سنعرف الآن يا طقطة. أول قدح من الشاي الإنجليزي يتم تحضيره في الغابة. رائع رائع. لا أصدق، مذاقه سيء. سيد ديمونت، أعرف أنك لا تقبل سوى المال نقدا. تماما. ولا أرغب في أن أرغمك على شيء لا تريده. لن تستطيع. لكنني أشعر برغبة في احتساء بعض الشاي. لدي أفضل نوع شاي، إيرل غراي، وصلني هذا الصباح. نعم، لقد رأيته بنفسي. على كل حال أنت رجل أعمال، وأنا مستعد لمقايضة أداة إعداد الزبد هذه في مقابل علبة من الشاي. سامحني يا بروفيسور، لا أحتاج هذه الأداة التافهة. أرجوك أعطف علي، لا أريد احتساء كوب آخر من النبات المغلي. أبي تمالك أعصابك من فضلك. سيد ديمونت، تستطيع التبرع بعلبة من الشاي، أعتبره عملا خيريا. جين، لا يدر العمل الخيري أي ربح. أحيانا يكون العمل الخيري هو الربح. شكرا يا سيدي، شكرا. افتقدتك كثيرا، لقد مضى زمن طويل. معذرة. لا عليك، سامحني يا بروفيسور. نائل ومذكور. حسنا، هذا هو السيد طرزان. لم نرك منذ زمن يا رجل الغابة. وليتنا ما التقينا. صدق ما تعتقده بقلبك، بحب العائلة، ثق بالقلب وبالمصير ليقودكما، ليقودكما سفرا. أبعد السلاح يا مذكور، في كل مرة تستخدمه تحدث مشكلة. ماذا تفعلان هنا؟ مهلا، لا داعي للشك في نوايانا، نحن هنا في رحلة عمل. وهل الألماس ضمن رحلة عملكما؟ سيدتي تعرفيننا أكثر من اللازم، لقد تركنا بعض الألماس هنا بالفعل في رحلتنا السابقة. لقد رحلنا بسرعة. نعم، مع الشرطة. طرزان، أطلب منك أن تدعنا نبحث عن الألماس وسنرحل على الفور. وإذا رفضت ما تقول؟ إذن سوف تواجه القرود بعض المتاعب. ابتعد عن الغوريلات. رجاء يا طرزان، لن يسبب وجودنا هنا أي أذى لك أو لأصدقائك الغوريلات. هذا وعد مني. هيا، هل صافحتني؟ لنذهب. إنه مزعج، ليتني تخلصت منه المرة السابقة. لقد حاولت على ما أتذكر، وأكثر من مرة.
أنا لست سعيدة بعودة نائل ومذكور إلى الغابة. طالما أنهما لن يقتربا من الغوريلا فليفعل ما يشاءان. إنهما خطيران، أشعر بهذا. لا تخافي، قدح من الشاي يستطيع حل أي مشكلة. الشاي الجميل، كم اشتقت إليك، لن أفترق عنك مجددا. أبي، هل ندعك أنت والشاي وحدكما؟ لا تقولي هذا، أنا مجرد رجل سعيد بقدح الشاي اللذيذ. طرزان، لن تصدق من عاد. نائل ومذكور، أنت تعرف، هل فاتتني المعركة؟ هل كانت عنيفة؟ هل جعلتهما يبكيان؟ لم تكن هناك معركة، فقط ابتعدي عنهما، سيرحلان قريبا. هذا أمر غير مطمئن، أريدهما خارج أفريقيا. توكا، أنا لا أريد أي متاع. كم أنت ممل، ما فائدة الأيدي إذا لم تتصارع بها؟ ها قد وصلنا، تتدفق الحمم من ذلك البركان، وعلى ما أذكر هذه هي الشجرة التي احتمينا بها عندما سقطت منك حقيبة الألماس. سقطت بسبب تهور طرزان عندما قام بإنقاذنا. إذن انتظر، تدفقت الحمم في هذا الاتجاه حاملة الألماس معها إلى مكان ما هنا. إذن هل نحفر هنا؟ سنحفر هنا. هل تعتقد أن أحدا جاء إلى هنا وسرق الألماس بالفعل؟ نعم، ثم لصق قطع الحمم الصلبة معا من جديد. لن أحفر مجددا، أقترح أن نقوم بتفجير هذه الحمم. نعم، أسلوبك المتهور المعتاد، لكن أتفق معك هذه المرة، يجب أن نكون أكثر دقة. دعني هكذا. لا لا، واحد فقط يكفي، أشعله وسأحضر الأدوات. أنا جاهز، لنقم بتفجيره. تحرك يا مذكور، لا أرى شيئا. ما هذا؟ يا إلهي، أطلق النار عليه. أرأيت؟ ألم أقل لك إن إصبعا واحدا من الديناميت سيكون كافيا؟ حسنا، ربما كان أكثر من إصبع واحد. هل مات؟ يمكنني أن ألحق به الأذى. لا، انتظر، انسى الألماس تماما يا صديقي. أعتقد أننا قد عثرنا على شيء أكبر قيمة من الألماس. سيد نائل، يعجبني أسلوب تفكيرك. غوريلا وقعت في الأسر. كاما هنا، فلة هنا، فلينت ومانجو هنا، أين توكا؟ توكا؟ هل رأى أحدكم توكا؟ لا، لقد عثر صديقتنا. لقد حذرتها وحذرتهما. أكبر غوريلا رأيته في حياتي. نعم، يجب أن نعطيه اسما يليق به. ما رأيك في جارجانتوا؟ ما رأيك في ملك السحق، أو ربما الغوريلا كرانشو؟ إنه غوريلا لا مصارع. لا أعتقد أن اسمه توبلات. توبلات؟ أي اسم غريب هو توبلات؟ هذا هو اسمه. اسمع يا طرزان، وعدناك ألا نتعرض لأصدقائك، لكن هو الذي هاجمنا. إنه ليس من أصدقائي. لستم أصدقاء؟ إنه عدوي،
حسنا حسنا، يبدو أنه لا يكن لك أي مودة. هذا صحيح. إذن لن تمانع في أن نأخذه. لا لا أمانع. رائع، سيكون توبلت هو مفتاح نجاحنا، سيجعلنا نجني المال. سيدفع الناس المال مقابل رؤية توبلات، وإذا سبب لنا المتاعب قد نضطر لتحنيطه. لقد تخلصنا من توبلات. نعم، حبسه في قفص. كم أشعر بالراحة، فقد كنت أرى توبلات في الكوابيس كثيرا. نعم، إنها نهاية سعيدة. نعم صحيح. أهلا يا توكا. توكا أين كنت؟ كنت أتجول، هل أنت تستجوبني؟ ما هذا؟ لماذا يحتفل الجميع يا ترى؟ لقد وقع توبلات في الأزل وسيأخذانه بعيدا. هذا صحيح. صحيح؟ أم تمزحون؟ أوهو، هذا أفضل خبر يا طرزان. نعم رائع. لهذا لم تقضي على نائل ومذكور من البداية، فهمت. هذا تفكير جيد. طرزان طرزان، إلى أين هو منطلق الآن؟ انظر إلى هذا، لست قويا الآن، صحيح يا توبلات الضخم؟ لقد انتهت أيامك كوحش مخيف، ولكن بما أن الناس ستدفع لرؤيتك عليك أن تكون مخيفا أكثر من ذلك. هيا أسمعنا زئيرك المخيف الذي كنت تصدره. هيا أسمعني زئيرك، هيا أيها القرد الضخم، أعرف كيف أجعلك تزأر. هذا أفضل. عثرت عليك، بحثت عنك في كل مكان. ماذا تفعل هنا؟ أستطيع رؤية الغابة كلها. نعم، مكان رائع للتأمل. قل لي، ما الذي يزعجك يا طرزان؟ توبلات، يجدر بك أن تسعد، لم يعد عدوك اللدود يمثل أي خطر. نعم. إذن ماذا هناك؟ في النهاية هذا موطنه، لو كان أحدا آخر أو أي حيوان غير توبلات لم نكن لنسعد. نعم أعتقد أنك محرق. لماذا يختلف الأمر مع توبلات؟ حسنا، لقد هدد حياتك أكثر من مرة يا عزيزي. هذا لا يعني أنه يجب أن يرحل عن موطنه أو يقضى عليه. إذن هل ستنقذ توبلات؟ نعم. لن تسعد مجموعة الغوريلا بهذا. أعرف، لكن أحيانا يكون العمل الصالح هو المطلوب، وأحيانا يكون تعلم الدرس هو المطلوب. ماذا ستفعل؟ سأنقذ توبلات، إنه التصرف الصواب. أنت من ربيتي، أرسليه إلى غرفته. افعلي شيئا، لا تسمحي له بفعل هذا. تعرفين أنه لن يغير رأيه مهما حاولت. سأذهب يا توكا. ستتعرض للأذى، كيف سيفيدنا هذا أيها الشاب المزعج؟ ها؟ ماذا؟ أحيانا لا تكون الصداقة مفيدة مطلقا. طرزان، هاي انتظر، ستحتاج إلي كي أنقذك. حسنا، أليس من المفترض أن نجد الأشرار هنا؟ ها؟ لقد رحل. أربعمائة وستة، أربعمائة وسبعة، أربعمائة وثمانية. أين ذهب؟ نائل ومذكور ركب سفينة متجهة للنهر. أين؟ سيركبان قطار
مراكش السريع سيقلهما شمالا عبر القارة. هل أنت متأكد؟ نعم بالطبع، بعت لهما تذكرتين للدرجة الأولى بنفسي. درجة الأولى؟ هذه ليست درجة أولى. لن نحصل على مشروبات مجانية. حسنا، لم نخسر كل شيء. بفضل توبلات سنتمكن من شراء قطار إذا رغبنا في هذا يا مذكور. حسنا، إننا نتحمل الكثير من أجل ثلاثة لا نحبهم. توكا، لن أغير الآن رأيي. لقد حاولت على الأقل. أنت من فضلك، علينا اللحاق بالطائرة في القاهرة لننطلق بهذا القطار. آسف، علينا التوقف من أجل الماء. ربما لا تفهم الأمر، نحن رجل أعمال مهمان. ربما لا تفهم، القطار لن يتحرك بلا ماء، لذا تقبل الأمر، اصبر قليلا. مزعج الغابة. هذا رائع، أتسيء إلى الفتى الذي سينقذك؟ ماذا تفعل؟ أطلق سراحك. ماذا؟ لماذا؟ لا أرى الأمر منطقيا مثلك. حسنا حسنا حسنا، ماذا لدينا هنا؟ أتحملني تذاكر؟ هل تريد أن تسرقه؟ لن أسمح لك. أبعد البندقية، سببت الكثير من المتاعب. علينا الإمساك بالغوريلا قبل أن يهرب. في الواقع هروبه ليس هو ما يشغلني الآن. من هنا هيا. النجدة. حسنا، بعد هذه المرة لن أنقذ أحدا يرغب في القضاء عليه. علي إنقاذ نائل ومذكور. من توبلات؟ لماذا؟ دعه يقضي عليهما. ليس هذا أفضل من قضائهما على توبلات؟ قال لي انسى الألماس، لكن الألماس لا يقضي على أحد. هناك، بسرعة. نعم، لا تنتظرني. لا أستطيع أن أضع قدمي. النجدة. شكرا لك، ساعدتني. لا لا تتدخل يا مزعج. كان يجب أن لا تنقذني. لأنني فقط أنقذتك لا يعني أنك صديقي. ماذا الآن؟ هرب منا الغوريلا؟ لم نحصل على الألماس؟ وسيطالبنا بالطبع مهندس القطار بدفع التعويضات.
خسرنا كل شيء بسببك يا طرزان. ليس كل شيء، ستعيشان. هذا نعم. مقابل بسيط. شكرا. كنا سنعيش ونحقق ثروة. مزعجان. لم أتوقع منهما أن يسعد بما فعلت. لم يسعد أحد بما فعلته، ولن يسعد أحد في الغابة أيضا. هذا صحيح. وأظن أنه لن يكون لطيفا معك في معركتكما المقبلة. أنت محقة. إذن أريد أن أفهم، قل لي ما هو الجانب المشرق في الأمر؟ لقد فعلت الصواب، وهذا هو المطلوب.